السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برنامج الان ديزاين واحنا شغالين ممكن نحب ان احنا نضيف صفحة في النص، تمام؟ فممكن بكل بساطة اجي هنا واقول له انسيرت بيجز، فبيقول انت عايز تضيف كام صفحة، فبقول له مثلا 3 صفح، بعد الصفحة رقم 4 ولا قبل الصفحة ولا في اول الدوكمنت ولا في اخر الدوكمنت. ممكن اقول له مثلا بعد الصفحة رقم 5، تمام؟ طيب بيقول لي هتاخد انهي ماستر؟ ماستر ده يعني صفحة، بيبقى اي شكل بحطه بيظهر في كل الصفحات. يعني لو حطيت حرف مثلا معين، الحرف ده هيظهر في كل الصفح اللي هتاخد نفس الماستر دوت. فبقول له اوكي، فبيضيف لي الصفحات اللي انا اخترتها، تمام؟ اقدر اجي على اي صفحة فيهم، تمام؟ ادوس كده واقول له حرك لي الصفحة ديت، تمام؟ حرك لي الصفحة رقم 7 تخليها بعد مثلا الـ12 على سبيل المثال. ممكن احدد الصفحه دي واقول له دوبليكيت، كرر لي الصفحه دي، تمام؟ طيب ممكن اروح قايل له انا عايز انقل الصفحه دي بدراج اند دروب، احركها او اعمل لها موف، تمام؟ طيب انا عندي دلوقتي صفحات، الصفحتين قصاد بعض، ممكن اكون انا محتاجهم كل صفحه لوحديها. فباجي هنا من فايل وبلاقي عندي حاجه اسمها دوكمنت سيت اب، دي بتظهر لي قبل ما اعمل الملف. فمجرد ان اشيل العلامه ديت في سينج بيجز تبقى كل صفحة لوحديها لو انت عايز الاختيار دوت. ومنها برضه تقدر تختار البيج سايز A4 ولا A3 زي ما انت عايز، تمام؟ اقول له اوكي، يظهر معايا بالشكل دوت.